ازيكم شباب؟ النهارده هنلعب لعبه جرايد الجزء الثاني معكم بسونا تيو. بس تنسوش اللايك والاشتراك وتنشروا الفيديو يسعك عشان تستمتعوا، مش تشتركوا في قناه بودي جيمز وتدعوا خطف لستر بنصرهم. ويلا بينا نبدا. هنحرم حمل ليتين بيزي ليت مير، وهنحرم عن طريق الأرب. بعد الهليكوبتر نخش على الجزء الثاني، قصدي الثالث. ايه يعمل حاجة؟ شكرا لكم جدا على الدعم. يلا بينا دلوقتي، صحينا من النوم محتاجين نحرم من البيت ده بسرعة. لحظة بس عشان في شكل ادوات في دماغي. حول يلا الفيزا حالي بحول هو شكلي سحلي، فالحمد لله. الخطة المعتادة بتاعتنا حالك اعرف كل اماكن ادوات الجد. يلا جدا يلا جدا بسرعة. عاوز اخش على السبونج بانك على طول. حاول دلوقتي، بصوا حاول دلوقتي، ما ينفعش الزهر الجبحة على الأقل هرميها كده. كمل بقى تحقيقاتي خالص. لحظة واحدة، ايه جري؟ مسمعتش ازاي؟ طب دي شفيتي؟ طيب انا عايزة افتح البيت عشان نحرم بسرعة. اللي هما الاتنين مش عارف افتح الهليكوبتر من هنا بسرعة كده. انزل هوبا، ده الاتنين فوق. ابلعي ده حبل ولا ايه؟ ده بيمشي عادي خالص. ابلع بس كرتي كيف؟ تاز واحد كمان ده قشط. بيبي مرة خلينا نجيب الجازولين. ممتاز يا عبي حاجات دي، نرجع لكم دلوقتي. كمان عبيت الجازولين وجبت البوتكي حوت. خليني احطه هنا يدوء عشان اقرب. خليني اخد دوت. ممتاز
نطلع نرجع لكم. وحطيت كمان الدركسيون لقيت البدلة كده برضه عارف مكان. هطلع اجيب الشوت جن اتدربهم واجيبه ده بقى الكهسة ديت بقى. يا رب اعرف اخلع من اللحم من غير ما يجرني وتيجي كمان الكوميزي ويعملوا عليا كده. الحمد لله بعد الدور التاني شكلكم عاملوا عليا كمان. عملت عليهم كمان. تعالوا لي بقى ناخد دلوقتي الشوت جان. حلو اوي وعبي امو. يبقوا تعالوا لي بقى. تعال يا جد. ابلع. خلي الشوت غم هنا ونجيب البنسة. وين حط كده برضو شكلنا مش هيبقى فيديو 9 دقايق. بص اما نجيبه ننزل نرجع لكم. رجعت لكم طبعا حوت. ودلوقتي جبته خلاص. مع السلامة. طب انا هقف لحد هنا. لو عجبكم الفيديو انسوا شوية لايك والاشتراك وتنشروا الفيديو صحابك عشان تستمتعوا وتشتركوا في قناة بودي جيمز وتاخدنا في الاستر بنصرهم.